على العموم بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بخير. لن أطيل عليكم بالبث، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وأوصيكم بالحفاظ على المكتسبات في رمضان. فرمضان هذب كثيرا من النفوس وعلمنا أشياء كثيرة نقوم بها من عبادة الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله، حاولنا أن نطهر أنفسنا من كثير من الأخلاق التي لا يرتضيها الله، من الأفعال التي لا يرتضيها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك الكريم. فنريد أن نحاول التمسك بها، يعني هذا الشهر يعلم، قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما علة ذلك؟ لعلكم تتقون. فنحن تعلمنا، أخذنا دروسا وربينا أنفسنا على التقوى في هذا الشهر المبارك، فنريد أن نحاول المحافظة على هذه المكتسبات، وأن نسأل الله، نتمسك بالله ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير وهذا التمسك الذي نريده. أنا قد وصلت، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.